طول ما الديزل معاك اعتبر نفسك في السيف سايد. كات! حد قالك تتكلم يا ديزل؟ انا اسف يا استاذ والله، يعني اندمجت في الدور. اندمجت ايه بس؟ يلا شغلك خلص، روح يا ديزل. الجوانت ده ادي لمين يا استاذ؟ بلغوا رمضان ان احنا جاهزين يا جماعه. ليكوا حاجه تانية؟ استاذ سنة مرتبطه بس يا بابا. بس يا بابا ده انت معلمه وبتتكلمي وانا واقف. استاذ استاذ نسيتك، بس كنت عايز اخد صوره سيلفي مع حضرتك عشان احطها على الويل بيبر على التليفون. طب معلش بس ممكن لما اغير، عشان ده لبس الشخصيه ما بحبش اتصور بيه. طب حضرتك ممكن نتصور بالنص الفوقاني ده بس؟ لا معلش هخلص واتصور معاك. ممكن نتصور تحت؟ عليا وعد. وعد. خلاص استاذ، فرعت الله. ايوه محمود يا رمضان. نتقابل في المكتب بعد كده. خلص الصوره واطلع المكتب على طول. ده بشوف لي اغنيه الملك عملت كام مشاهده لحد دلوقتي. طيب يلا. مش عارف انتوا مستحملين الحر ده ازاي يا شباب. يا كيمو ثقه في اللي انا جايح يا شباب. يا رب. خد يا اخويا امسك بريكك اهو، بس كله بره بقى عشان المخرج بيتضايق. كل يوم كشري؟ ده انا جاي القولون منكم يا جدع. فين قبضي؟ امسك يا اخويا 1000 جنيه وهم حروا نار في جثتك. 1000 جنيه؟ وانا عرض حتى الخطر واخد 1000 جنيه وياخد ملايين ويتنطط على الناس بفلوسه وعربياته؟ ربنا يكرمك كده يا ديزل اشوفك زيه. يا عم انا مش عايز ابقى زيه يا عم، انا كده رضا الحمد لله. ليه فريم؟ يلا شيل الكرسي ده. يلا يا استاذ احنا هنبقى بادئين من هنا يا استاذ. رول ساوند، رول كاميرا، اكشن. اوعى تصدق ان انا عملت كل ده علشان الفلوس. انا عملت كل ده علشان، انا عملت كل ده مكانك. وانا عمري ما استغنى عنك، وعارفه ان ماليش غيرك. حر ونار في جتتك. اللي فين ده انا الملك؟ بص يا ديزل، دي صورتي مع الكينج. يا ابن اللعيبه شفته وحطيت ايدك على كتفه؟ ده حبيبي كده. بص دي مع عم ابراهيم وفؤاد. بص دي بقى مع عمهم كلهم، الدكتور يحيى الفخراني. يا ابن المحظوظه، الراجل ده انا عمري ما اشتغلت معاه، نفسي اشتغل معاه. امال فين صورتك مع دنيا الصياد؟ حطيت التليفون في جيبك ليه؟ مش متصور مع دنيا الصياد انا. مش متصور مع اللي شغال معاها؟ يا عم اقول لها عايز اصور معاك يا استاذه، تقلب عليا تتردي من الشغلانة عشان صوره بلاها صوره. تعرف بقى ان هي اللي وعدتني ان اتصور معاها. وعدتك مره واحده كده؟ وهي اللي طلبت، قالت لي بقول لك انت شكلك مستقبلك كويس، انا اتصور معاك عشان ابقى افكرك بالصوره دي بعدين. هي اللي طلبت؟ امال ايه؟ ايوه الخبر وصل لها رغم. اوكي اقسم بالله العظيم يا عمري لو البليه لعبت معايا زي محمد رمضان عمري في حياتي ما انساه. انا عارف انك جدع عدل ديزل يا عمري. اوعى يا ابن الوطية، ده انت بعتني لما شفت النجم. تعال يا عم بالقطر ده. يا هانا ما انا اديت، انا الديزل دوبلير محمد رمضان، انا دوبلير نصر. وحركات واتشقلب وفي الاخر مش عارف تسوق حته مكنه. يا عم روح. انا مش عارف اسوق حته مكنه يا ده، انا نازل من بطن امي بيها. الراجل بس ابن الكلب اللي مش عارف خرج منين. المهم الف سلام عليك. طب وكتاب الله خضتني عليك يا ديزل. والاستاذه دنيا الصياد بقى ايه مستكبره تيجي تسال عليا؟ بعتك انت؟ ده انا عامل الحادثه بسببها. ويا ابني انت ما فيش بيني وبينك عيش وملح ولا ايه؟ انا ما حدش بعتني يا ديزل، انا جاي لك من نفسي. كمان لا فكرت تسال عليا ولا حتى هي اللي بعتك؟ الناس دي مش بني ادمين. الناس دي بتمثل انها بني ادمين في التمثيلات والافلام بس. تصدق وتؤمن بالله؟ الحادثه دي كان المفروض ما تصيبش دراعك، كان المفروض تقطع لسانك المتبري منك ده. على فكره بقى
وكتاب الله الاستاذه دنيا دي بالذات غير اللي في الشغلانه دي خالص. ده لولا الظابط اللي كان عندها ده وكان عايز يتكلم معاها كان زمانها هنا قبل كمان. ظابط انا معاون اسم بابا صاحبي. معاون اسم بابا صاحبي؟ انا غلطان اني بتكلم معاك اصلا. يا ابني قول لي في ايه؟ فاكر البنت اللي كانت بتصور معانا دي؟ البنت اللي صورت معاك اول مشهد. وهي دي تتنسي. ماجده الجامده. اهي اتقتلت. كان في اي مشاكل او خلافات بينك وبين القتيله؟ ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ ماجده دي كانت زي اختي بالظبط. ليه؟ هو ايه ليه؟ سؤالي واضح. هل حضرتك بتعاملي كل الوجوه الجديده زي اخواتك؟ لو اه يبقى هايل. لو لا يبقى اشمعنى ماجده؟ عشان كانت بتفكرني بنفسي زمان. اول ما ابتديت في الشغلانه دي. خرجتي وراها امبارح ليه؟ وده بشهاده اللي موجودين في الحفله. هو في ايه؟ وانا متهمه ولا حاجه؟ جاوبي على قد السؤال من فضلك. شفتها متضايقه قمت وراها ما لحقتهاش رجعت تاني. يا ترى بقى الناس اللي هناك ما شهدتش بكده برضو؟ ماجده الجامده ماتت. ياد كان في سين بيننا يا عماد. وربنا كان زمانها جايه سكه دلوقتي. يلا ملهاش في الديزل نصيب. خلاص بقى يا عم ديزل ما يجوز عليها الا الرحمه. عندك حق الله يرحمها. الله يرحمها. بس وربنا حرام الجته دي تتنفخ وتفرقع ويرعى فيها الدود. ما خلاص بقى يا عم ماتت ماتت. بقول لك انا ما بحبش اللي قاطعني وانا بتكلم مش عشان دفعت لي حساب المستشفى تتامر عليا. يلا روح للي مشغلك عشان ما تستعوقكش. يا بقى كده؟ ماشي يا عم ديزل. انا غلطان لك. سلام عليكم. يلا يا عم اتكل على الله. يا ند هتسيبني انا في الحاله دي؟ اسيب مين؟ ما الليله كلها رست على جزعه في الدراع، انت بتشتغلني؟ ياض القطانيه ناقحه عليا. ماشي. رجوله ده عمان. اغلبها لبعضهم ديزل. ماجده الجامده ماتت. خلاص بقى. يعني هحط القطن. ابوس ايدك كفايه. يخلى سبيل المتهمه بضمان محل اقامتها. حضرتك تقدري تتفضلي دلوقتي. بس لو هتسافري لازم تبلغيني قبليها. اتفضلي. قتلتها ليه يا راغب؟ كان لازم تموت. ماجدة قالت اه وبعد كده قالت لا. واللي يقول اه بيعرف. لو قال لا بعد ما عرف يبقى بيلوي دراعي. وانا دراعي ما بتلويش. وسيادتك عارف بقى ان انا متهمة؟ وعامل حسابي. دنيا اطلعي خدي الدوش بتاعك وخدي حبيتين الزناكس واقرا لها الفاتحه ونام. وفاري الدراما دي للسينما اللي انت بتعمليها. ايه اللي جايبك يا ديزل؟ ما عندكش شغل النهارده يعني؟ يا عم تامر وانا جاي عزبه ابوك النجمه جدع اللي طلباني بالاسم. الله العظيم انت محدش يا ابني يعرفك غيرنا. خرب بيت غتتك انت اكيد انتاج. وربنا يا ابني طلباني بالاسم اسال حتى اللبيسه بتاعتها. ماشي يا اخويا متصور جوه. طب اجري هات لي كوبايه جوافه باللبن على حسابها عشان خاطر النجمه. بس بقول لك ايه. ايه الواد عماد فين؟ تليفونه مقفول ومش واقف عند العربيه بره. عماد السواق الحكومه يا ابني جت خدته امبارح. تخيل طلع هو اللي قتل كمان. ديزل ما مش الغلابة لبعضهم برضو ولا ايه؟ عرفت تجيب زهرة بسرعة كده ازاي يا ديزل؟ اللي فهمك انها رجولة غلطانة يا عماد مش رجولة انك تشيل القضية مكانها. مكان مين؟ دنيا صياد. دنيا الصياد ملهاش دعوه باي حاجه بتحصل. امال بتشيلها مكان مين؟ انا لا هي منك ولا من وكيل النيابه. عملت كده ليه يا عماد؟ نصيب. انا ما كنتش عايز اقتلها بس الشيطان شاطر. مين اللي اجبرك تعمل كده يا حمار؟ طلع موبايلك. تعال يا ديزل. قالوا لي انك هنا من بدري. امال غطسان فين؟ والله استاذه كان عليا الظهر رحت الجامع لقيته لسه ما ادانش فقلت قايل شويه صحيت بعد العصر. وصليته؟ لا اصل النوم بنقض الوضوء فقلت اصليهم الاثنين قضى ان شاء الله. اها وحد يعمل اللي انت عملته ده؟ معلش يا استاذه بقى بحب حضرتك.
قصدي انا بحب اعمال حضرتك واحفظها كلها والله. طب خد دول. ايه دول يا استاذه؟ دي حاجه بسيطه عشان خاطر العلاج. شيل فلوسك يا استاذه بعد اذنك. يا استاذه انت ما صدقتي. الله، دي كده عزومه مراكبيه. لا والله يا ابني، والله العظيم ما له لزوم. في مثل بيقول علمنا اصطاد وما تدينيش سمكه، وانا يعني شغلانه الدوبلير دي يعني مش جايبه همها على الاخر يا استاذه. يوم و10 لا، فالخدمه اللي سيادتك ممكن تخدمها لي انك تشوفي لي شغلانه ثابته تبقى عملت معايا فوق الصح. ادخل. مساء الخير يا استاذه. معلش، الواد السواق اللي انا كنت وعد حضرتك بيه اشتغل مع ناس ثانيه ومرتاح معاهم، فاستاذن حضرتك بس معلش يومين بالعدد، مفيش اكتر منهم، وهكون جايب لحضرتك سواق تاني غيره. ماشي يا تامر، شكرا. تحت امرك يا استاذه. لا اله الا الله، وعز الجلال تلا استاذ امي على طول تقول عليا انت مولود في بورنوس ومرزق. يعني سيادتك بتدور على سواق وانا واقف قدامك؟ وانت بتعرف تسوق؟ بعرف اسوق يا استاذه. حضرتك شفت فيلم السرعه والغضب؟ ايه السرعه والغضب ده؟ السرعه والغضب يا استاذه بتاع فان ديزل والصخره، فيلم فاست اند فلوريست في الرياسه. فاست يا استاذه؟ لا ما شفتوش. لا وانا لسه ما شفتوش، هنشوفه سوا ان شاء الله. استاذ انا في ممكن اروح اسكندريه مرشدير معايا رخصه درجه اولى. هستلم الشغل امتى؟ لا والله